أحد عناصر الجيش الحر الآن يوجه كلمة لأهل السنة في كل أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه كلمة إلى أهل السنة، إلى أهل السنة في جميع أنحاء العالم. ماذا جرى لكم؟ ما لكم صامتين؟ تنظرون إلى أهلكم السنة يقتلون في سوريا، والشيعة الذين لا يمثلون 7% من السنة في الوطن العربي نراهم اليوم يساندون بشار الأسد في قتلنا تحت غطاء روسي إيراني أمريكي غربي وتحت صمت عربي مخزي. نريد اليوم نفير عام لأهل السنة في جميع أنحاء العالم. أخرجوا إلى الشوارع، إلى السفارات، أضربوا من أجل أهلكم في سوريا. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وإذا حكامكم لم يستجيبوا فأخرجوا عن سلطة حكامكم. نريد منكم حركة تجلجل العالم بأكمله. اقتحموا السفارات، الحدود. أيها الشعوب، أيها الشعوب، لا تقولوا لا نستفيد، لا تقولوا لا نستطيع أنا أن نفعل شيء. وإنني أعرف والله أغلب حكام العرب ومنهم السنة وأكثرهم معروفون بتخاذلهم. كيف ولا وهم لم يفعلوا شيء على مر السنين لأهلنا السنة في فلسطين والشيشان وبوم وأراكان؟ نريد اليوم زلزال شعوب، زلزال شعوب يجلجل عروش الظالمين وعروش الطغاة المتخاذلين. كفاكم تخاذل، كفانا ذل وتقاعس عن الجهاد، واكسروا قيود الذل والتخاذل. إما أن نعيش أعزاء، إما أن نعيش كلنا أعزاء، أو نموت كلنا كرماء. حاجة يا أهل السنة، حاجة يا أبناء السنة. الشيعة دخلوا إلى سوريا يجاهدون كي ينصرون دينهم الباطل في بلاد الشام، وحللوا قتلنا واستباحوا دماءنا. وأسأل حسن نصر الله، أقول له إذا كنت تدعي أنك دخلت إلى سوريا كي تقاوم الإرهابيين وتدافع عن الأرض والمقاومة، أقول لك أين كنت عندما دخل الجيش الأمريكي وغزا العراق؟ أين كان جيشك هذا؟ أين كانت صواريخك هاتي؟ ألا أن العراق في ذلك الوقت كان يحكمه حاكم سني؟ والله طائفي، وكلنا نعرف أنك طائفي والله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.